السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة البطاطس الحلزونية، هنعملها وهنعرف ازاي كمان نستخدم الماكينة او الآلة اللي بتعمل البطاطس حلزوني. هي سهلة جدا وبسيطة، وبتطلع كمان بطاطس مقرمشة معانا وشكلها حلو جدا، الاطفال بيفرحوا بيها وبيحبوها. هنعملها لهم بكل سهولة وان شاء الله تعجبهم. يلا بينا بقى نشوف الوصفة ايه. انا عندي هنا البطاطس غسلتها كويس لاني مش هقشرها، هستعملها كده بقشرتها. اذا انتوا حابين تقشروها تمام. دي الآلة او الماكينة بتاعت البطاطس، هي مكونة من 3 قطع، الجزء الاصفر ده والاسياخ اللي هي المعدن و اليد اللي بتمسك البطاطس من تحت وتثبتها. تمام، احنا بندخل السيخ في الجزء الاصفر، بيكون فيه فتحتين، بندخله في الفتحة اللي هي ناحية الحلزوني البلاستيك اللي فيها ده، وبنمسك باليد دي كده، بنمسك بنثبت بيها البطاطس، وبنبدأ نلف الايد الحلزوني دي. هي بتبدأ تدخل الجزء الحلزوني ده، بعد كده هتحس انه اختفى معاك وخلاص مش باين، اهو بيدخل جوه البطاطسايه. ويبدا بعد كده الجزء اللي هو الحد الاصفر ده، بيبقى حد شويه زي السكينه كده، هو ده اللي بيبدا يقطع البطاطس بالشكل الحلزوني ده. سهله جدا وبسيطه، وفي طرق كتير كمان وفيديوهات كتير عن طريقه عملها من غير الاله دي او من غير المكنه دي. تمام، انا حبيت بس اوريكم الاله بتشتغل ازاي او بتتعامل ازاي، بنستخدمها ازاي، طريقه استخدامها. بتفضلي تلفي لغايه ما بتوصلي اخر البطاطسايه، وبعدين بتمسكيها من الايد بقى اللي انت مثبته فيها البطاطس وللاخر، وخلاص كده اتعملت. تمام، شكلها بيبقى حلو جدا، الاطفال بيفرحوا بيها قوي قوي. ممكن طبعا تعمليها في السيخ ده زي ما هو وتقليها بيه، او تعمليها تثبتيها في اعواد الشيش طاووق اللي هي الخشب. انا هثبتها في الاعواد الخشب عشان اطول شويه وعلشان متينه كمان اكتر من ده. ممكن تقسمي كمان البطاطسايه لما تكون طويله، ويفضل ان انت لما تيجي تعملي نوع البطاطس يكون البطاطسايه طويله شويه عشان تديكي شكل حلو، وكمان تكون بطاطس تحمير. ما تنفعش البطاطس اللي فيها نسبه سكر دي. اما بوصل للجزء الاخير اهو، بمسك اليد البيضة بقى وابدا الفها هي علشان يبقى سهل بالنسبه لي، لانك مش هتعرفي تتحكمي وتجيبي اخر البطاطسايه لو اتحركت معاكي. تمام، هبدا بعد كده اجيب البطاطس دي واحطها في ميه فيها خل، شويه خل صغيرين كده حوالي 2 معالق كبار، ورشه ملح، وهدوبهم وهحط فيهم البطاطس وهسيبهم كده ساعه، وبعدين ابدا اشتغل فيها واقليها معاكم. تمام، هنجهز كمان الخليط من النشا والدقيق، هي معلقه واحده بس من الدقيق على كوبايه ميه، معلقه واحده من الدقيق عليها 3 معالق كبار من النشا، وهنحط كمان رشه بسيطه كده، يعني طرف المعلقه كده كركم علشان يدي لون اصفر حلو، وندوب الكلام ده كله ونقلبه مع بعضه علشان هنبدا نغطس فيه البطاطس دي قبل ما نيجي نقليها على طول. تمام، البطاطس هي معايا بيضه وزي الفل، ما اسودتش ولا اي حاجه. هبدا اخد بقى العصيان الخشب بتاعتي او اعواد الشيش طاووق، وهبدا ادخل فيها البطاطسايه كده وافردها علشان لما تتحمر في الزيت تاخد نفس الشكل ده، ما تتحمرش وهي مقفوله. تمام، فالشكل بتاعها يبان. هبدا بعد كده بعد ما هخلص كله، ممكن دي لو طويله شويه هقسمها على عودين من اعواد الشيش طاووق علشان طويله شويه. تمام، هاخد الخليط ده بقى عندي قبل ما انزل في الزيت على طول، ابدا ارش على البطاطس كده وانزل على زيت يكون سخن يكون غزير. طبعا الطاسه هتحتاجي حاجه تكون مربعه او مستطيله، فدي اكتر حاجه لقيتها مناسبه عندي. هحطها على جنب وابدا اقلبها على الجنب التاني، لما احس ان الجنب اللي اتحطت عليه لون وبدا يقرمش معايا هبدا اقلبها على الجنب التاني. تمام، واطلعها بعد كده على كلينكس، وتحط لها بقى اي صوص تفضليه، صوص كاتشب او مستردة اللي تفضليه والموجود عندك، او مايونيز. هحط كمان رشة من التوابل كده، ملح فلفل عليها، يعني اللي انت تفضليه بقى براحتك حسب التقديم ده، حسب ذوق كل واحد. وفي ناس كمان بتحط لها جبنة موتزاريلا وتدخلها تحت الشواية كده تاخد لون بس كده بسيط.
قد ايه شكلها حلو، فرح الاولاد جدا وفعلا شكلها مفرح بالنسبه للاطفال. ماخدتش في ايدينا اي حاجه. يا ريت بقى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو لسه ما اشتركتوش روحوا اشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار باي فيديو جديد ينزل. شايفين قد ايه البطاطس مقرمشه واخد لون جميل وسهله جدا، ماخدتش في ايدينا وقت ولا مجهود. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واستنوني في فيديو جديد. كنت معاكم شيماء امين.